علمونا ما نشوفوش العراه، ما علموناش نحتارموا المراه، علمون باللي هذاك جسد وباللي عنده دماغ وباللي فيها كيف ما فيها دم زرا. قالوا لينا سكتوا فاش كنا صغار، ما علموناش ندويو حيت في المجمع مسموع غير صوت الكبار. قالوا لهم دويو وليداتي، حنا كلنا نسمعوا لكم، عبروا وليداتي دويو خويو اللي حسيتو بيه رويو. الرسمه اللي تسمات عندي تخربيق ولدات عندهم فنان، البسمه بلعوها لينا ريق حتى في قرايتنا طلعنا غب زران. ما كبروناش نحسو، كبرونا نقدو بحومه كي الفران. عادي يغتصب حيت كبروا يضرب ختو لا ما لبساتش كيف بغاو، ويحب ويقلب على اللي لبسات ليه اللي بغا. عادي يتعصب في كل مره ويقول هي اللي استفزاتني بلباسها، ويعاير من الهوف ويطغى. وماشي عادي تهز راسها حيت تشوفها كتفتن، والشعر كيفتن، وصوتها كيفتن. خاص راسها يتدفن حيت اللي غيشوفها اصلا رباه يتفتن. خويا ما تخليش حياتك فراغ، خلي عندك طموح اكبر من تعيش لكرجك وتحتها، حيت هكا غتفقد الصفه ديال الانسان، وغيوليو دايرين علينا برنامج في ناسيونال جيوغرافي. خويا كبر ولادك بعشرين عام قبل ما يتزادوا، باختيارك المراه شاركت معاك افكار ماشي تصاور ديال انستغرام. علم ولادك يدويو ويخويو ويثيقوا فيك. شحال من صغير ضاعوا احلام وحيت باه ضربو وحيت هرس اللعبه اللي كان باغي يعرف شنو فيها لداخل. وقتل مخترع وكبر مخرب. شحال من بنت ضاعوا احلامها نهار كانت كتقيس الحوايج وكتلعب بالماكياج، نهار ضربوها وقالوا لها ما بقيتيش كتحشمي، وقتلوا عارضه ازياء وكبروا خالقه اجواء. ديما كنسبوها في الدين وكنقولوا هو اللي قال لنا هكا. ربي باري من فعالنا وكتابه باري من قوالنا. ربي ما قاس لك غطيها قال لك حميها، ربي ما قاس لك ضربها قال لك وعيها، ربي ما قاس لك ردها تخدم عليك في الدار وتشقى، ربي قال لك قدرها وخليها تدير اي حاجه باش تفرح معاك ماشي حيت خايفه منك. علاش برا كنشوفوا بنت عادي تمشي في الطريق وهي لابسه اللي بغات، وحتى حد ما مسوق ماشي حيت نفسهم بارده، حيت كل مديها في شغله، كل قاصد حلمه، كل واحد طموحه ومقاتل عليه ومعينو شبعانه باش عمر الجوع يخليه يميل على الطريق ديال احلامه ويولي حيوان. حيت ما كاينش الوقت بمره، الدنيا غدا كتجري وحنا عايشين الفراغ اللي مخلينا نحضيو بعضياتنا وندويو غير في بعضياتنا ونطعنو غير في بعضياتنا، غير حيت كاين الفراغ. النفس الحاره اللي باغا تخدم تحفر وتردم ماتت حيت تبعات الشهوات اللي ما كنحتارموش الوقت اللي خاصنا نمارسوهم فيها، وباغي نحقو غير داكشي اللي قتلوه في داك الدري الصغير اللي فينا اللي اصلا كبر غلط ورد الشبعه ديال نفسه هي الهدف الرئيسي، ويخلي دماغه مكلخ كيفكر في نفس الحاجه. اختي ما تكبريش خاويه، ما تخليهمش يربيوك على اساس انت كتكبري باش واحد ياخذك، ترباي على اساس انت وياه تكبروا وتاخذوا بعضياتكم. البنت من صغرها كنبداو عليها شو تبارك الله ولا خاصك غير راجل؟ لا كلاخ، هذا خاصها تقرا، خاصها توعى. كيفاش بغيتوها تزيد لقدام وهي من صغرها كتوجدوها نفسيا وجسديا غير الراجل؟ كيفاش بغيتو يحترمها وهو واجد نفسيا باللي موجدينها ليه؟ عادي يشوفها اوبجي كيف ما عادي تشوف راسها اوبجي، حيت مني كانت كتكبر علموها تشوف راسها في المرايا كثر ما تشوف دماغها شنو فيه. داكشي علاش مني غادي تكبر غطلع الدماغ غتلقى خاوي وغتخدم غير باللي شافته في المرايا، حيت هي الحاجه الوحيده اللي بقات عندها اللي تقد تلفت بها الانتباه. ايه كبر دماغك، ما عندناش الوقت اللي نعيشو فيه الفراغ، شد في طموحك ونسى اللي دايرين بيك. خوك عادل تاوي، بارطاجي الافاده، خليهم يبارطاجيو الفضايل. السلام عليكم.